السلام عليكم خواتي واخواتي، ومرحبا بكم بجديد في هذا الفيديو. كما عودناكم ودائما جبنا لكم اهم الاخبار. في الاخبار عدنا سائحة فرنسية تنصعق من جمال الجزائر وتتحدث عن جمالها. في الاخبار ايضا الجزائر تطور سيارة كهربائية متطورة 100%، واذا حظيت بالدعم ستسوق في الجزائر باسعار جيدة. وفي الاخير في الاخبار راح احضركم على فيديو راه متداول في الجزائر لواحد الشخص خطفوه وسرقوه وعذبوه وايضا سرقوا له سيارته، والدرك رجعوا له سيارته وتم القبض على اللي سرقوه، وراح يحكي لنا تفاصيل الحادثه. كما شفتوا خاوتي هذه هي ابرز عناوين اخبار اليوم، بل ابقى معنا حتى الاخر باش تعرفوا كاع التفاصيل. وايضا قبل ما نبداو الفيديو خاوتي ارجوكم دعمونا بالضغط على زر الاعجاب، هذا راح يساعدنا نتصداو الحملات السينيال. شكرا جزيلا لكم، وبلا ما نطول عليكم يلا الى الاخبار. في الخبر الاول راح نهضروا على السيارة كهربائية جزائرية مطورة 100%. حنوريكم فيديو لهذا الشخص اللي كان من فريق عمل طور سيارة نموذجية لسيارة كهربائية بعدة ميزات، وايضا تحدث عن كيفية تسويقها وتحدث ايضا عن سعر هذه السيارة المحتمل. شاهدوا معي بعض من هذا الفيديو. هذيك السيارة الصينية خاوتي، يعني على حساب واش فهمت، هما استعملوا الكركاسة، ولكن كل واش كان داخل هذه السيارة هو جزائري، وإذا حظاوا بالدعم طبعا راح يطوروا الكركاسة تاعهم ويسوقوها في الجزائر. بالنسبة لسيارة مبتدئة يعني الجزائر راح تكون هذه أول مرة راح تطور فيها سيارة كهربائية، مسافة 150 كيلومتر صح ناقصة ولكن ليس سيئة. ولكن أيضا نتمناو إذا الجزائر ولا إلى هذه الشركة طيرت طورت هذه السيارة حقا، السعر تاعها ما يتجاوزش 150 مليون جديدة. شوفوا نكملوا فيديو. سيارة صديقة للبيئة، نتمناو هذه الشركة تحظى بالدعم وأيضا تطور يعني مظهر خارجي يكون يليق زعما بالجزائر، ويكون فكرة فريدة من نوعها يعني جزائرية، ما تكونش سيارة كما هاكا من برا صينية والداخل جزائري. ثم شاكم خاوتي في هذا الموضوع، هل ترون أن هذا الموضوع يعني سيريو راح يروحوا بعيد بها هذا الموضوع؟ خبروناكم في التعليقات. في الخبر الآخر راح نوريكم فيديو لسائحة فرنسية جميلة تنصعق من جمال الجزائر وتتحدث عن جمالها. هذه السائحة الفرنسية عندها حساب في التيك توك فيه 200 ألف مشترك. الآن خاوتي قبل ما نتوغلوا أكثر في هذا الموضوع، راني حاب نهضر لكم على حاجة مهمة. كاين اللي يدير في باله باللي التيك توك يعني مكان فيه غير الخماج والخنز وما إلى غير ذلك، وهنا حبيت نقول لكم خاوتي باللي راكم غالطين بزاف. صحيح التيك توك فيه كلش، ولكن هذا حسب الرغبة تاعك انت واش راك حاب تشوف. اذا كنت حاب تشوف امور يعني فيها الفائدة وهذه الامور، يقترحوا عليك هذه الامور لانه الالغوريثم هي اللي تتحكم في الفيديوهات المقترحة. اما اذا انت كنت يعني الشخص اللي يستخدم التيك توك يحوس على الخماج، يخرج له غير الخماج، يعني هذا الامر لازم قاع تعرفوه خاوتي.
الآن التيك توك تقدر تستعمله الجزائر باش تروج للسياحة تاعها، وهذا هو الأمر اللي حدث. هذه الفتاة عندها 200,000 مشترك في التيك توك، وقامت بالترويج للسياحة في الجزائر، وهي مندهشة من جمال الجزائر، وجات أيضا عقبة العيد في الجزائر. شوفوا معايا مقطع من هذا الفيديو، راهي مستعملة يعني الغناء، وهذا الغناء أنا خايف يكون كوبي رايت، ولكن شوفوا معايا مقطع من هذا الفيديو. كما شفتوا خاوتي، يعني خايف برك الغنية تكون كوبي رايت، ولكن عندها يعني آلاف المشاهدات في تيك توك تاعها. وتحدثت أيضا كثيرا عن جمال الجزائر وعن الأمبيونس اللي في الجزائر، وقالت أنها لا تشعر بالملل أبدا في الجزائر. وكما قلت لكم نشرت العديد من الفيديوهات الأخرى، مش هذا فقط، وتحدثت كيف أنها آمنة في الجزائر، يعني واحد ما تلاح ليها ولا لحق ليها ولا تبلاح، عكس ما يتم الترويج له في الدول الغربية، حيث يقولون أن الجزائر بلد خطير وردوا بكم تروحوا ليها. من رأيكم خاوتي في هذا الموضوع؟ خبرونا لكم في التعليقات. في الأخير في حبيت نشارك معكم فيديو لشخص، يعني والله غير تحيروا خطرات اللعيبة ذي كيف يخموا خاوتي. هذا الشخص مسكين قبل 12 يوم، يعني في عز رمضان وفي وسط رمضان، كان راح يدير يعني توصيلة، هو يخدم كلونديستان، كان راح يدير توصيلة لمجموعة من الأشخاص، قالوا له أنا حابين نروحوا هو وقيل يسكن في الجلفة وكان حاب يروح لمكان آخر. شافهم هكذا غاضوه، لقاهم في الليل، قالوا وقناهم بعد ولا غير نوصلهم 250,000. من هو كي جا موصلهم حبسوه في نص الطريق، ضربوه مسكين، عذبوه وسرقوا له السيارة تاعو. نبشركم خاوتي بلي هذا الشخص رجعوا له السيارة تاعو، وهو الآن راه فرحان، ولكن كاين شي أمور ما تروحش مثل الصدمة النفسية. ولحسن الحظ تم القبض على الأشخاص اللي داروا له هذا الرعب، وهم الآن راهم يتحاكموا. خلوا الشخص هذا يحكي لكم خاوتي واش صرالو. كما شفتوا خاوتي، يعني عصابة منظمة ما سرقتوش السيارة تاعو، وسرقت الكثير من السيارات الأخرى، وهذا الشخص يعني دار فيديو تضامنوا معاه الجزائريين، وبسببه يعني استرجعوا الكثير من السيارات الأخرى. يعني الحمد ربي، وإن شاء الله هذا العصابة اللي راهي تفكك وتسرق السيارات يضربوهم بالمؤبد خاوتي، ما عندهمش بلاصة في المجتمع، راهم ينشروا الرعب، راهم يخلوا البلاد تبان تقدر تقول لي يعني إرهابة، يعني هذا إرهاب من نوع آخر، ينشر الرعب في وسط البلد ويخلوا الناس خايفة تخرج في الليل وتتفاعل مع الناس الآخرين. نتمنى يتلقوا العقاب اللي يوالمهم. خاوتي كما شفتوا هذه كانت أبرز عناوين أخبار اليوم. إذا عجبكم هذا الفيديو أرجوكم تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش ما يفوتكم حتى جديد. شكرا جزيلا الشكر على المشاهدة، وسنلتقي مع المزيد من الأخبار. إلى اللقاء.